بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8415. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أحمده سبحانه وأشكره، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فقال في الحديث القدسي: فلا تظالموا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم عز وجل، أطيعوا الله أمة الإسلام. يقول رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيامٍ وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخي المسلم، إذا فهمت ما تقدم من قول رسول الهدى ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من ارتكب الظلم، فاسمع رب العزة والجلال يبين لك أيضا في كتابه الكريم ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. ويقول أيضا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلى أي منقلب ينقلبون الظلمة؟ يخبر تعالى عن حالة الظالمين، ماذا يحصل له عند مفارقة الحياة، ماذا يحصل لهم عند مفارقة الحياة الدنيا وإقبالهم على الآخرة. فيقول جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أيها المسلمون، إن الظلم مرتعه وخيم وعاقبته سيئة، وهو منبع الرذائل ومصدر الشرور، وحد الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه، وهو انحراف عن العدالة. ومتى فشى وشاع في أمة أهلكها الله، وإذا حل في قرية أو مدينة دمرها الله. الظلم والفساد قرينان بهما تخرب الديار وتزول الأمصار وتقل البركات ويحل الفشل محلها. الظلم ظلمات تزل به الأقدام في غياهب النار وتظل به الأفهام. الظلم ظلمات يظهر بسببه الفساد وينتشر بسببه الفزع بين الناس. إنه الظلم يا عباد الله. يقول رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا رسول الهدى ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم يحذر عن الظلم فيقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ولذلك يخبر صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم لا ترد، فيقول لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنعه عن الظلم، فإن ذلك نصره. نعم أيها المسلمون، فالمظلوم في حقه وماله يمنع عنه الظلم ويرفع عنه الحيف بكل ما يستطاع من الوسائل. والقصد أن تكون اليد مع المظلوم حتى يأخذ حقه. وأما نصر الظالم
فمنعه عن الظلم، وإن أراد استلاب مال حلت بينه وبينه وأخذت بيده، وإن أراد البطش ببريء ضربت على يده. نعم، إن أراد البطش ببريء ضربت على يده إن كانت يدك أقوى من يده، وتراعي الحكمة لئلا ينقلب ظالما لك. وإن كانت النصيحة رادعة سلكتها، ويا ويل من ظلم الأبرياء إذا عاين يوم الحساب، يا ويل من ظلم الأبرياء إذا عاين يوم القيامة، يا ويل من ظلم الأبرياء إذا تخلى الصديق عن صديقه وتعذر الولد عن أمه وأبيه. أيها المسلمون، إن طرق الظلم كثيرة جدا، ووسائله جمة، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا يختص الظلم بأرباب الوظائف والمناصب وأرباب الحكم والسلطان، حيث أن كلا ممن عدا هؤلاء رب بيت أو بيوت وزعيم أسرة، وفي الأسرة الكبير والصغير والقوي والضعيف والخادم والأجير، ولكل واحد من هؤلاء حقوق في أعناق المسؤولين، وسيسألون عنها. بل إن الإنسان ليعد ظالما إذا تعدى على حقوق نفسه الشخصية، فقد يكون مبذرا وحالته تدعو إلى الاقتصاد، وقد يكون مقترا وحالته تدعو إلى التيسير. فمن ظلم الإنسان لأهله سياستهم بالقسوة، أو يبخل عليهم فلا ينفق النفقة الواجبة، ومن ظلمه لأولاده أن يتركهم بلا أمر ولا نهي ولا توجيه، ومن ظلمه لجيرانه ألا يقوم بحق الجوار ولا يواسيهم، بل ولا يكف شره وشر أولاده وأهله. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. أيها المسلمون، احذروا من الظلم، فإن الظلم إذا انتشر في أمة سلبت الأمن على الأرواح والأموال والأعراض، وانتشرت فيها المفاسد والشرور وسوء الأخلاق، وفشت فيها العداوة والبغضاء، وأكل القوي الضعيف، وقلت فيها الأيدي العاملة، واتسع فيها نطاق الجهل. كل هذا من آثار الظلم. فيا عباد الله، لقد توعد الله الذين يخالفون أمره وينصرفون عن ذكره ويجترئون على معاصيه بشديد غضبه وعظيم سخطه، وحذرهم بأسه وانتقامه. فما بال كثير من الناس عمدوا إلى محارم الله فارتكبوها، ومأموراته فاجتنبوها، ثم صاروا بمر الشكوى من تغير الأحوال وانتزاع البركات من الأرزاق والأموال. فاتقوا الله يا عباد الله. يا أيها الظالم، أحسبت أنك تمهل وتترك فلا تعاقب، وتظلم وتتقلب في النعيم كيف شئت ولا تحاسب؟ أنسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت؟ والله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله أكبر، ذلك اليوم العظيم. يا ويلك يا الظالم،
يا ويل الظلمة من ذلك اليوم العظيم. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. يا ويلهم يوم ينزل بهم هاذم اللذات، يا ويلهم يوم ينزل بهم هاذم اللذات، يا ويلهم عند السكرات، يا ويلهم عند وضعهم في القبور وقد تحملوا مظالم العباد. ثم يا ويلهم إذا عرضوا على جبار الأرض والسماوات، ثم يا ويلهم إذا عرضوا على جبار الأرض والسماوات، يا حسرتهم في ذلك الموقف العظيم إذا اجتمعت عليهم الخصومات والغرماء. ثم يا ويلها من ندامة لا بعدها ندامة إذا طرحت عليهم السيئات، ثم سحبوا إلى النار. يا ويلهم من الزمهرير، ثم يا ويلهم من حسرات تتعاقب عليهم وهم يطوفون في أودية جهنم ويأكلون من الزقوم والصديد والغسلين ويشربون عليه من الحميم. هذا جزاء من ظلم العباد، هذا جزاء من ظلم العباد، وما ربك بظلام للعبيد. اللهم ارحمنا بواسع رحمتك ولا تحملنا ما لا نطيق. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العدل في قسمتنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، واستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين المنتقم من الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ البلاغ المبين، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل وأطيعوه. عباد الله، إذا فهمتم ما تقدم من شناعة الظلم وقبح عاقبته وما ورد من الوعيد الشديد على مرتكبيه، وأن من مات قبل رد المظالم أحاط به يوم القيامة خصماؤه، فهذا يأخذ بيده، وهذا يقبض على ناصيته، وهذا يمسك يده، وهذا يتعلق برقبته، هذا يقول ظلمني فغشني، وهذا يقول ظلمني فبخسني، وهذا يقول خدعني، وهذا يقول قذفني، وهذا يقول أكل مالي، وهذا يقول شتمني، وهذا يقول اغتابني، وهذا يقول كذب علي، وهذا يقول قطع رحمي، وهذا يقول جاورني فأساء مجاورتي، وهذا يقول رآني مظلوماً فلم ينصرني، وهذا يقول رآني على منكر فلم ينهاني، وهذا يقول جحد مالي، وهذا يقول مطلني بحقي، وهذا يقول جحد وديعتي، وهذا يقول سرق مالي، وهذا يقول شهد علي بالزور، وهذه زوجة تقول لم يعدل بيني وبين زوجته الأخرى، وهذه زوجة تقول أكل صداقي. وما أكثر الظلمة الذين يأكلون صداق النساء
إذا طابت نفسه منها أكل صداقها ثم سرحها. نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم يحتال على بعض النساء فيأخذ ما عندها من الحلي والذهب ثم يبيعه ويأخذ قيمته، فإذا أخذ قيمته أخرجها من بيته لأنه ليس له رغبة بها، فعند ذلك احتال عليها وأخذ ما عندها من الحلي والذهب. فيا ويلك إذا أوقفتك بين يدي الله، يا ويلك إذا خاصمتك بين يدي الله. هل تفيدك تلك الحيل؟ احتلت على هذه المسكينة، هل تفيدك هذه الحيل؟ ويلك إذا وقفت بين يدي الله. فخلص نفسك قبل يوم القيامة، قبل أن تسمع نداء الجبار جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. الله أكبر. وقف العباد بين يدي أحكم الحاكمين. لا ظلم اليوم، ما في رشوة، ما في واسطة، ما في غدر ولا خيانة، الكل بين يدي أحكم الحاكمين. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. فعند ذلك ينخلع قلب الظالم وتضطرب أعضاؤه من الهيبة ويوقن بالبوار، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فيا لها من مصيبة، وما أشدها من حسرة في ذلك اليوم إذا جاء الرب جل وعلا للفصل بين عباده بحكمه العدل، وشوفها الظالم، وشوفها الظالم بالخطاب، وعلم أنه مفلس فقير عاجز مهين لا يقدر على أن يرد حقا أو يظهر عذرا. فعند ذلك تؤخذ حسناته التي تعب عليها في عمره ليلا ونهارا حضرا وسفرا، وتنقل إلى الخصماء عوضا عن حقوقهم، ثم يطرح هو في نار جهنم. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون. ومن كانت عنده مظلمة لأخيه فليردها اليوم وليتحلله قبل يوم القيامة. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على أعداء الإسلام وأعداء المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه. اللهم قيض لولاة أمورنا الجلساء الصالحين، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم قر أعيننا بصلاح أولادنا ونساءنا، اللهم قر أعيننا بصلاح أولادنا ونساءنا، واجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء،
الغني ونحن الفقراء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا سقيا رحمة اللهم أسقنا سقيا رحمة يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا علي يا عظيم يا علي يا عظيم يا علي يا عظيم يا سميع يا بصير يا لطيف بالعباد الطف بنا بلطفك يا رب العالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم أسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم أحي بلدك الميت اللهم انشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وبك المستغاث وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذي العظمة والجلال والكبرياء لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله عز وجل عباد الله اشكروا الله الذي هداكم لهذا الدين الإسلام الدين الذي أكمله الله بالنصر والتأييد وأظهره الله على جميع الأديان واشكروه أن جعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة التي اختار الله لها محمدًا رسولًا والإسلام دينًا والقرآن دستورًا محمدٌ صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالة أمة الإسلام اشكروا الله أن جعلكم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المسلمون، أيها المؤمنون بالله حقا، اعلموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا في أحكام هذا الدين فوجدوه يدعو إلى كل خير ويحذر من كل شر. نظروا إلى هذا الدين فإذا هو يدعو إلى عبادة الله الواحد القهار، ينهى عن عبادة الأحجار والأصنام والأوثان والطواغيت. نظروا إلى هذا الدين فإذا هو يدعو إلى مكارم الأخلاق وينهى عن سفاسفها. نظروا إلى هذا الدين فإذا هو يدعو إلى العدل وينهى عن الظلم والجور بأنواعه. فلما تبين لأولئك الرجال، لما تبين لهم هذا النور، اعتنقوه وقاموا بواجبه حق قيام، فتحوا به القلوب وجاهدوا في الله حق جهاده حتى فتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار وأخرجوا الناس من مأزق الجهل والضلال إلى نور الإسلام، إلى نور العدل والرحمة والتعاطف، إلى دين الله الحنيف الذي لا يقبل ديناً سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمة الإسلام، لقد جاء الدين الإسلام بعقائد التوحيد. نعم يا عباد الله، عقائد التوحيد، وأنعم بها من عقائد يطمئن لها القلب ويرتاح لها العقل السليم. إنها عقيدة التوحيد التي يقرها الطبع والفطر المستقيمة بأن للعالم إلهاً واحداً لا شريك له، بأن للعالم إلهاً واحداً لا شريك له، أولاً لا ابتداء له، وآخراً لا انتهاء له، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، له القدرة التامة والإرادة المطلقة والعلم المحيط بكل شيء، يلزم الخلق الخضوع له والانقياد والعمل بما يرضيه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وعدم تعدي الحدود. ويأمرهم ويقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي أوضح السبل وأنارها ونصب الأدلة والبراهين في الأنفس والآفاق، ثم حث العقول على النظر والاستدلال لتصل بالبرهان إلى معرفة الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، الفعال لما يريد. فهو جل وعلا يلفت نظرك أيها الإنسان إلى أن تفكر بنفسك، فيقول جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلا تبصرون بأن الله هو الذي أوجدكم من العدم إلى الوجود، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين من مني يمنى، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون.
فلينظر الإنسان مما خلق، مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عظمة الخالق جل جلاله. ثم أيها الإنسان، يلفت نظرك الرب تبارك وتعالى إلى السماوات والأرض وما فيهما من الخلق العظيم والآيات الباهرة التي تدل على عظمة الباري جل وعلا، فترى في السماء وتشاهد من آيات عظيمة شمس مشرقة وقمر منير ونجم مضيء، يقول تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وفي الأرض بحار وأنهار وجبال ووهاد وزروع ونخيل، فتشاهد عدة أشجار بعضها بجوار بعض في قطعة واحدة وتسقى بماء واحد، ثم تنفتح تلك الأشجار المتجاورة عن ثمرة تخالف الأخرى في اللون والطعم والرائحة. ألا يدل هذا على وجود صانع حكيم قادر؟ بلى وربي، ثم بلى وربي، ثم بلى وربي، ولكن إن في ذلك لآية، أي لدلالة على دلالة لمن آمن بالله العظيم الذي غلبت قدرته على كل شيء. ثم يلفت النظر جل وعلا إلى أشياء كثيرة من مخلوقاته العظيمة ليدلك أيها الإنسان على عظمته وقدرته. أمة الإسلام، أجل يا عباد الله، كيف يعصى هذا الإله؟ كيف يبارز هذا الإله بالمعاصي والذنوب؟ إن المسلم الحقيقي لا يرضى بدين الإسلام بديلا مهما كلفته الأمور ومهما بذل من قبيل الكفرة من المغريات. فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لاقوا الشدائد، لاقوا البلاء في حماية هذا الدين، في حماية هذا الدين ونشره، لاقوا أعظم البلاء من جهاد بالأنفس والأموال، يتساقطون في المعارك وهم مغتبطون بذلك فخورون، بل تركوا من أجله الديار والأموال وهاجروا فراراً به أن يخدش أو يدنس، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله. وما ذلكم يا عباد الله، وما ذلكم يا أمة الإسلام، إلا لما عرفوا في هذا الدين من الخير والسعادة، فهنيئاً لهم ما قدموه في سبيل الله. إنهم الرجال، إنهم الرجال الذين اصطفاهم الله لنصرة دينه وصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهبت الأيام والليالي، فجاء أقوام يتسمون بالإسلام وينتسبون إلى الإسلام، ولكنهم لم يطبقوا تعاليم الإسلام. نسأل الله العفو والعافية. نبذوا التخلق بالأخلاق الفاضلة وتركوها، وأخذوا يتشبهون بالكفار في زيهم، في لباسهم، في كلامهم، في أكلهم، في شربهم، في الذهاب إلى بلادهم يشاركونهم في شرب الخمور وأكل لحوم الخنازير وفعل البغاء، ارتكاب الزنا واللواط، فأحياناً ينجون من الكفار فيعودون إلى بلادهم، يعودون إلى بلاد الإسلام متنكرين لدينهم وآدابهم الإسلامية، يعيرون من تمسك بهذا الدين، يقولون: إنك رجعي، إنك متزمت، إنك متجمد، وينشرون ما حصل لهم من الشرور والعار، وهم بذلك يهتكون الستر، يجاهرون بمعاصيهم وما حملوا لمجتمعهم من اسم الهربز والإيدز ومرض الزهري ومرض السيلان إلى غير ذلك من الصور الخليعة
التي سوف تشهد عليهم يوم القيامة على رؤوس الخلائق. هذا فعلهم إذا رجعوا إلى بلادهم، يتحدثون بالمجالس، ثم تقام لهم الولايم، ثم تقام لهم الولايم واحد تلو الآخر، ليقصوا قصص الشر والعار، ليقصوا قصص الفساد والدمار، ليكونوا دعاة لأهل الكفر والفساد، دعاة للخبث ومن يمكث في بلاد الكفر والعار. أيها المسلمون، عباد الله، إنه والله ثم والله لمن أكبر المصائب وأعظم المعائب وأغلظ المنكرات وأبشع المناظر أن ترى البعض من المسلمين وهم يقضون أيام العطلة، هم وأهلهم وأولادهم في بلاد الكفار، في بلاد الحرية والإباحية، مع الأسف الشديد والحزن المرير الذي تتقطع له الأكباد وتنجرح له القلوب. والبعض ممن يدعي الإسلام إذا ركب الطائرة أمر الأهل النساء والبنات بنبذ الحجاب والعباءة، وصارت نساؤهم مثل نساء الغرب في الزي واللباس. ثم إذا وصلوا إلى تلك البلاد الكافرة وإذا بطرق الإفساد والفساد مهيئة لهم فيها من المنكرات العظيمة التي أعدت في إفساد الشباب وانحرافهم وإضلالهم، منها الحفلات الموسيقية ومسارح يعرض فيها أفلام وتمثيليات مع ما فيها من المسكرات والمخدرات التي تشحذ هممهم على ارتكاب الجرائم والفواحش. فيا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمة التوحيد، ألا يعلم أولئك الذين ينشئون السفر إلى تلك البلدان الكافرة ويعملون تلك الأعمال التي تغضب الله ورسوله، ألا يعلم أولئك أن الله مطلع عليهم، وأنه لا تخفى عليهم منهم خافية، وأنه لا تخفى عليه منهم خافية؟ ألا يعلم أولئك الذين ذبحوا الغيرة، هتكوا الغيرة، دفنوا الشرف والمروءة، أساوا إلى الإسلام والمسلمين، أساوا إلى دينهم وإلى مجتمعهم وإلى أمتهم؟ كل ذلك تلبية لدعوة بعض مؤسسات السفر والسياحة التي لا كثرها الله، التي توزع نشرات دعائية تتضمن دعوة أبناء الإسلام والمسلمين لقضاء العطلة في ربوع بلاد الكفار والإباحية، حتى يعودوا معول هدم لدينهم وأخلاقهم. إنهم في تلك البلدان الكافرة يعملون جادين، جادين لتشكيك المسلم في عقف عقيدته وتنمية روح الانبهار والإعجاب بحضارة الغرب، حتى أنه يوجد من أولاد المسلمين من ينكر الله، من ينكر الجنة والنار، من ينكر القيامة، من ينكر الإسلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إنها الانبهارات والإعجاب بحضارة الغرب والشرق التي يعملون لها ليل نهار للاكتراث بالدين وعدم الالتفات لآداب الدين وتدمير الإسلام وأهل الإسلام. فحسبنا الله ونعم الوكيل. أمة الإسلام، هذا الذي يحصل في بلاد الغرب والشرق، في بلاد الحرية وفي بلاد الإباحية من تلك البلدان المنحرفة في السلوك والأخلاق والآداب. ولا يستبعد أن يأتوا بصور خليعة وأشرطة فيها السم الزعاف والداء الخطير الذي يقضي على الأخلاق والآداب، إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد الخطيرة، منها المسكرات والمخدرات التي قضت على أكثر الناس وصاروا بصفة المجانين وبصفة البهائم. فنسأل الله العفو والعافية. كل هذا من نشاطات أعداء الإسلام وأعداء المسلمين التي يعملونها ليلا ونهارا لتحقيق رغباتهم في إبعاد المسلمين عن دينهم الصحيح، عن دين الإسلام، عن عقيدة لا إله إلا الله، عن عقيدة لا إله إلا الله.
لأن أعداء الإسلام وأعداء المسلمين يعلمون حق اليقين أن المسلمين إذا تمسكوا بلا إله إلا الله وأقاموا شهادة أن محمدًا رسول الله فسوف يستحوذون عليهم وسوف يملكونهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها منذ 1400 سنة وهو يعلنها لقريش: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها رقاب العجم والعرب. فهم يخافون من المسلمين أن يتمسكوا بلا إله إلا الله وبشهادة أن محمدًا رسول الله، فإذا تمسك المسلمون بلا إله إلا الله وبشهادة أن محمدًا رسول الله فسوف يغلب الأعداء وسوف يملكوا رقابهم وسوف يستحلوا بلادهم. فأسأل الله أن يردنا إليه ردًا جميلًا، أسأل الله أن يوفقنا لتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمدًا رسول الله. أسأل الله أن يوفقنا لرفع مكانة هذه الكلمة لا إله إلا الله محمدًا رسول الله، وصلى الله وسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله عز وجل، عباد الله اتقوا الله وأطيعوه. أمة الإسلام، لا يخفى عليكم اليوم ما يحل بالمجتمع الإسلامي من إحداث البدع ونشر الشرور والفساد الذي ساد في الأبدان والقلوب والأفكار. إنها مصائب تتلوها مصائب، موجات إلحاد تتجاذبها عواصف تبشير تريد تدمير الإسلام والمسلمين. مع ما يفتح أمام المسلمين اليوم، مع ما يفتح أمام المجتمع الإسلامي بواسطة أحزاب الشيطان وجنوده من الجن والإنس، بواسطة ما يفتح من الشرور والفساد سبلاً جائرة وحائدةً عن الحق ومجانبةً للصواب، فالمجتمع البشري اليوم يتخبط في ظلماتٍ حالكةٍ مدلهمة يحتاج فيها إلى دعوةٍ إلى الله. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أمة الإسلام، أمة التوحيد، المجتمع البشري يحتاج اليوم إلى دعاة يقومون بواجبهم، يقومون بهذه الدعوة التي جاء بها محمدٌ صلى الله عليه وسلم. البشرية اليوم تحتاج إلى الدعوة إلى الله عز وجل وإلى سبيله العادلة وإلى صراطه المستقيم. نعم يا أمة الإسلام، إن المجتمع البشري اليوم أحوج ما يكون إلى الدعوة إلى الله عز وجل. نعم، فمن حائر لا يعرف الله ولا يعرف لأي شيء خلق. نعم أيها المسلمون، إنه يوجد الآن وبين أظهر المسلمين من لا يعرف الله ولا يعرف لأي شيء خلق. فإنا لله وإنا إليه راجعون. من عليه المسؤولية أيها المسلمون؟ من عليه المسؤولية؟ يوجد في صفوف المسلمين وبين أظهر المسلمين من لا يعرف الله ولا يعرف لأي شيء خلق، بل يوجد من أولاد المسلمين من ينكر الله جل وعلا، ينكر الحساب، ينكر الجنة والنار.
الأفكار، وصار دهري، صار دهري في عقيدته، يقول إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هكذا يوجد بين أظهر المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولمن عليه هذه المسؤولية يا عباد الله؟ المسؤولية أولاً على من حملوا العلم، على من حملوا العلم، فعليهم أن يبينوا ويبصروا بما يجب على المخلوق من حق الخالق جل وعلا. أيها العلماء، عليكم أن تؤدوا الأمانة، أمانة العلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء. ويوجد من الناس من هو غافل عن الله وعن أوامره ونواهيه، يحتاج إلى تنبيه. ومن معاند، ومن معاند بين أظهر المسلمين، يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن. أمة الإسلام، إن الدعوة إلى الله عز وجل أفضل وسيلة لإنقاذ البشرية. نعم يا عباد الله، إن الدعوة إلى الله عز وجل تلحق الداعي إلى الله، تلحق الذي يدعو إلى الله بركب الأنبياء، وتحله مكانة عالية في عالم السعداء. فالبدار البدار يا عباد الله إلى دعوة الناس إلى الخير، وليس هذا خاص بالعلماء، ولكنهم هم الذين في المقدمة. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فيا أمة الإسلام، من بين أظهركم أناس لا يعرفون أن يقرأوا الفاتحة، من بين أظهركم أناس لا يعرفون المساجد، ألا تزورونهم في بيوتهم وتدعونهم إلى الله عز وجل، تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر بالتي هي أحسن؟ أيها المسلمون، الله عز وجل مدح الداعية، مدح الذي يدعو إلى الله عز وجل، فيقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فيا ورثة الأنبياء وخلفاء الله في أرضه وأمناءه على تبليغ رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن داعي الخير قد دعاكم إلى إنقاذ البشرية بدعوتها إلى الفضيلة، إلى العقيدة الصحيحة، إلى البر والتقوى، إلى الخير والهدى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. أمة الإسلام، قوموا بهذه الأمانة، قوموا بهذه الدعوة للناس، والهداية بيد الله عز وجل، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ورسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم يقسم لعلي ويقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فعباد الله، يا عباد الله، بادروا بالدعوة إلى الله عز وجل وإلى سبيله بالتي هي أحسن. وفقنا الله جميعا للقيام بهذه الدعوة، ووفقنا الله وإياكم لتبليغ هذه الأمانة. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم بصرنا في ديننا، اللهم بصرنا في ديننا، اللهم ارزقنا البصيرة في العلم، اللهم
إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا خالصا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أيقظنا من رقداتنا، اللهم رق وأيقظنا من غفلاتنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتاباه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الفاعلين له، الناهين عن المنكر المجتنبين له يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا. اللهم اكبت أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم اخذل أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار. اللهم نافعا غير ضار، اللهم نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.